السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله جيت باش نشارك معكم الكسكسو والبلبولة ديال بالطريقة الأمازيغية. كما كتشوف شوفوا كنحضروا بطريقة تقليدية الأمازيغية. غادي ناخدوا زيت الزيتون تقريبا واحد نصف كاس من زيت الزيتون بالطريقة هذه. دابا غادي نضيفوا ليه اللحم. غادي نديروا لحم المعيز كما كتشوفوا. بسم الله على بركة الله. بسم الله كما كتشوفوا هو اللحم كنضيفوه على هاد الطريقة. شوفوا هنايا ضفنا اللحم المعيز. هانتوما هنا تقريبا كاينه واحد جوج كيلو ديال اللحم. هانتوما كما كتشوفوا هنا جوج كيلو ديال اللحم ديال المعيز بهاد الطريقة هذه. ودابا غادي نضيفوا ليه زيت المائدة على هاد الطريقة. غادي نضيفوا تقريبا واحد 4 المعالق. غادي نحاولوا نضيفوا ليه الملح باش العطرية ديالنا تمازج مع اللحم. كما كتشوفوا انا غادي نضيف انا تقريبا واحد ملعقة كبيرة من الملح بهاد الطريقة هذه. كذلك طقم البلدي كما كتشوفوا. اليوم انا كنشارك معكم طعام الامازيغي بالخضر البلدية التقليدية. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم على هاد الطريقة هذه. من اكلة تقلى. وكذلك غادي نضيفو الابزار كما كتشوفو تقريبا واحد ملعقة كبيرة من الابزار. نحاول انني ندير هانتوما ملعقة صغيرة كتعطينا تقريبا واحد ملعقة كبيرة لان كتعرفو تكسو شي بغي العطرية كبيرة من الاسكان هادي. هنا كما كيتقلى غادي نخليه يتقلى الخضر ديال اللحم يتقلى. لحم هذا لحم المعزي تقليدي بالطريقة هادي. وغادي نخليه يتقلى شوية. وغادي نوضع ليه انايا الجزر كذلك كما كتشوفو. غنضيف الجزر نحاول نخليه حتى يتقلى مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. كبيرة من السمن البلدي او الزبدة البلدية كما كتشوفو. وضعت واحد المعلقة ديال الزبدة البلدية بهالطريقة هذه. وضعت كذا اللحم. غادي نضيف ليه الا كتعرفوا الخضر البلدية انا كتكون شوية صعيبة باش كطيب ضروري نضيفوها مع اللحم. هيدا صابون لا تنقى عايش حاضر غا بعدا شحال نفضت هاكا الحوالات. كما كتشوفو هنا وضعت الجزر بصل بلدي كما كتشوفو على هاد الطريقة هادي. ثم غادي نضيف اللفت الابيض بهذه الطريقه هذه. وغندير الخضر ديالي حتى تشحر ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. شوفوا هنا خديت واحد المطيشه اللي غادي نضيفها معها على هذه الطريقه هذه. وغنضيف على الخضر اللي ضفت غادي نضيفها على الخضر. كما كتشوفوا هنايا بعد ما تشحرت ليا الخضره ديالتي غادي نضيف ليها الباذنجان. لان الباذنجان ديال البلدي تيكون شويه صعيب هنايا باش يطيب. صافا غادي نضيفها على هاد الطريقه هادي. غادي نخليه يطيب على خطر خطرو. وغنضيفو ليه الما طايب. دائما تنطيبو حنا الما وتنوضعو كما كتشوفو. دابا غنوضعو الما على هاد الطريقه هادي. وغادي تقريبا غادي نوضع واحد جوج لترو ديال الماء على الخضر ديالي. وغادي نخليها حتى تطيب مزيان. وغادي نمشيو دابا باش نحضرو لان هاد الكسكسو غنديروه بالبلبوله. وغادي نديروه بالسميده ان شاء الله. البلبوله ديال الشعير طبيعيه بيو ما فيهاش مواد حافظه كما كتشوفوا هنا. غادي نضيف انا الماء ديالي
اللي غادي يطيب ليا فيه الكسكسو وغطيب ليا فيه الخضر ديالي. شوفوا انتما بعد ما غطيت الخضره ديالتي بالماء طايب، انتما كما كتشوفوا هذه كلها خضر طبيعيه، خضر بيو. دابا كما كتشوفوا غادي نوضعوا هاد السميده هادي، لان انا اول مره غادي نطيب هاد الفول ديال الامازيغ. بسم الله على بركه الله، غادي نحاولوا نقيوه لربما تكون فيه شي حاجه بهذه الطريقه هذه، كنحاولوا نقلبوا لا تكون فيه شي حاجه. هي راها نقيه ما فيهاش شي حاجه يعني. كما كتشوفوا دابا غادي ناخذوا قليل من زيت المائده، زيت النباتيه على هذه الطريقه هذه، يعني الطريقه اللي كيديروا لهاد الكسكسو ديال الكسكسو العادي بحال شكل الطريقه ديال السميده اللي كنديروها حنايا بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف تقريبا واحد هنا غادي تكون واحد 4 المعالق ديال زيت المائده على هذه الطريقه هذه، ثم غادي نرشوها قليل من الماء، ماء بارد يعني دائما ماشي طايب كما كتشوفوا. بسم الله على هذه الطريقه هذه كيحاول لان تا هو تيجي بحال شكل السميده، تدير لي الطريقه ديال السميده. بسم الله على بركه الله باذن الله ان شاء الله بهذه الطريقه هذه. في جمال باش يسوامان وادي هي السميده يا هما الطريقه ديال هذا الكسكسو هذا العادي، تيكون ماشي بحال الكسكسو ديال القمح، يعني كيخافوا لي يكون يولي بحال سميتو. كنحاول انني ندير على الطريقه هذه ونوضعوه في الكسكاس باش نوضعوه البرمه. بسم الله زيت على المطريات تكون ضروري هما تيوضعوا بلاستيكة تحاول عليها وغادي نخليهم حتى إيفور ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه، وانا غادي ندير معكم البلبوله ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا السميده العاديه ما تتكبش عليها الماء من الفوق، نخليوها حتى تسميتو على هاد الطريقه هادي. قسنا مال عدرار البلبوله وكان عدرار مستيني من البلبوله استاش الحيت ابريين عدرار ابريين على هاد الطريقه هادي. كسكسو عادي بعد ما الكسكسو غادي نرجع معكم. تما درت الصفيره الاولى ديال السميده، دابا كنخديت البلبوله اللي حتى هي كنضيف عليها الماء من الفوق كما كتشوفوا، يعني كنعطيوها الماء مزيان باش كتجي رطبه وكتجي لذيذه. هيا دابا كنصفيها ومن بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا بعد ما طابت لينا البلبوله اللي كبينا عليها مقرش ديال الماء، دابا كما كتشوفوا غادي نحاولوا نحلوه وغادي نخليه تنضيفوا ليه الزيت
والملح ان شاء الله. وها نتوما معنا كتشوفوا هنا بعد ما وضعنا السميده ديالنا في القصريه اللي ولدات، دابا تنحاولوا اننا نصبوا عليها البلول ديال الخضر، ومن بعد غادي ناخذوا اللحم غادي نضيفه فوق الكسكسو اولا فوق السميده والخضر كذلك اللي كتجي رائعه رائعه ولذيذه. هانتوما كما كتشوفوا دابا تنسكيو القصرية ديال البلبولة. بعد ما سكينا القصرية ديال السميدة، دابا كنسكيو في القصرية ديال البلبولة، كتجي رائعة جو ما شاء الله، مذاق رائع، خضر طبيعية، خضر بدون مواد حافظة بيو. وكما كتشوفوا من بعد ما كلينا الكسكسو واللبن، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. تقدمنا لكم صينيه ديال اتاي اللي مشحر ومنعنع بالنعناع الطبيعي، وكنشكر عمتي الحبيبه هي اللي عمرات لينا هاد البريريد ديال اتاي، تبارك الله عليها ما شاء الله، الله يحفظها. تقاليد الأمازيغية ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، أنا بصراحة كتعجبني جدا. وكما كنقول دائما ثم دائما، ما تنسوش تبارطاجيو مع الحباب ديالكم والأصدقاء ديالكم والعائلات ديالكم، وكذلك ما تنسوش ديروا لي جيم ابوني لي كومونتير زوينين، شاركوا مع القناة ديالي باش دائما يوصلكم كل جديد.